أوصت لجنة بالسعودية بإبعاد أحد المعلمين لأنه شطب لفظ الجلالة الله في ورقة الأسئلة وكتب بدلا منها الشيطان ووزعها على الطلاب في قاعة الامتحان في وجود أحد المشرفين التربويين بالمدرسة، وتم سحب أوراق الأسئلة الموزعة من قبل المعلم فورا، ومارس المشرف التربوي الزائر وقائد المدرسة دورهما في سحب العدد الموزع من أوراق الأسئلة التي تمكن المعلم من توزيعها لكونه أحد معلمي المدرسة، وتم تسجيل محضر مفصل عن الممارسة في حينها، وتم استيفاء التعامل مع الحادثة وفق مقتضيات الموقف بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي وعدم تمكينه من دخول المدرسة، وحرر محضر إبعاد معتمد من الجهات ذات الاختصاص في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، حيث أن تهجم المعلم نفسه على المدرسة ثم أشعل سيجارة داخل المدرسة، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت البلاغ، وطلب أولياء الأمور أمير الباحة ووزير التعليم وتعليم الباحة بحماية أبنائهم، خصوصا أن الإدارة على علم بتصرفات المعلم منذ فترة.